جبال بني يزناس، جبال شديدة الوعورة والارتفاع، صعبة المسالك، تكسوها غابات كثيرة وتضم مداشر عديدة يسكنها قوم ذو بأس شديد، شهادة سجلها التاريخ على لسان الحسن الوزان المعروف بليون الإفريقي. بالفعل، فلبني يزناس بطولات وأمجاد على مر العصور، بطولات تحمل دلالات عميقة على قوة الإرادة التي يتمتعون بها، فضلاً عن بسالة وشجاعة رجالهم الأشاوش الأبطال الذي سطر اسمهم بأحرف من نور في التاريخ المغربي. استوطن بنو يزناس في أول الأمر جبال الأوراس أو جهة معسكر بالجزائر، هاجروا إلى الغرب في نهاية القرن السابع الميلادي، والسبب في ذلك هو النزوح إلى مناطق الكلاء والماء للبحث عن أسباب العيش، لا سيما إثر القحط الشديد الذي اجتاح مواطنهم في تلك الحقبة. استوطنت قبائل بني يزناسن الجبال التي تحمل اسمهم والتي يقيمون بها حتى الآن. كلمة يزناسن أصلها إجنسن، وهي كلمة أمازيغية وتعني الجالس على الأرض، وربما تعني إزنة مشتقة من زناتة، وينتمون إلى الأمازيغ البتر أي البدو. ينقسم بنو يزناسن إلى أربعة قبائل كبرى، وهي بني وريمش، بني عتيق، بني منقوش، وبني خالد. كانت عائلة ولد البشير مسعود تتزعم كل قبائل بني يزناسن، وكانت تسكن قصبة ببرديل جماعة الرسلان. البشير مسعود كان قائدا كبيرا لبني يزناسن، وكان حكمه يمتد إلى تخوم تازة غربا وإلى الظهراء جنوبا. القصبة كانت مسكنا ودارا للحكم البشير وأولاده الذين خلفوه من بعده القائدين الحاج ميمون والحاج محمد. وبعد إلقاء القبض على الحاج محمد من طرف المولاي الحسن الأول سنة 1876 وإرساله مجونا إلى فاس، تفرقت كلمة أولاد البشير وتشتت جمعهم ونهبت قصبتهم ودمرت. بعدما أفل نجم عائلة أولاد البشير ومسعود، ظهرت عائلة الهبيل من بن عتيق وتصدرت الزعامة، وكانت تسكن قصرا بتغاسروت وتنتمي إلى فرقة أولاد الحاج. وقد أنجبت عائلة أولاد الهبيل عدة شخصيات لعبت أدوارا مهمة في ميدان الحكم ببن يزناس وغيرها، أذكر منهم القائد بونوار خصيم الحاج محمد بن محمد بن البشير ومسعود، والقائد محمد، والقائد عبد القادر، والقائد ميمون، والقائد سعيد، والقائد محمد بن ميمون، والقائد مبارك، وابنه البكاي أول رئيس حكومة مغربية بعد الاستقلال. جبال شامخة منيعة بهامتها العتيدة تأبى الخضوع لتدخل الأجنبي، لذلك كانت ملاذا للمقاومين والمجاهدين كالأمير عبد القادر الجزائري، كما كانت مأوى لكثير من الأولياء الصالحين، أذكر على سبيل المثال سيدي علي البكاي بأجديد. هو جد البكاويين، وهو من بني وكيل الأدارسة، أصله من الساقية الحمراء، وكني بالبكاي لأنه كان كثير البكاء لفراق شيخه بن بوزيان. ونجد كثيرا من الناس في منطقة بني يزناس يحملون اسم البكاي لأن ذويهم يدعون الله في ضريح سيدي علي البكاي بحصول الذرية ويستجاب لهم، فيسمون أولادهم بهذا الاسم، إنهم البكاي الهبيل أول رئيس حكومة مغربية بعد الاستقلال. والظاهر أن اليزناسنيين في جبالهم ينتزعون رزقهم عن طريق الزراعة الناجحة في أطراف الجبال وسفوحها، ينشئون أحواضا خضراء على جنبات الأودية من أجل الاستهلاك المحلي وأيضا من أجل التسويق. خبرة جيدة لدى هؤلاء الجنسنيين الجباليين الصارمين الذين يحافظون على إنتاجهم ويحسبون بدقة ما ينبغي أن تنتجه أحواضهم وقطعهم الصغيرة.